نروح مرة أخرى لملعب المباراة وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. من جديد بتواصل مع كابتن ايمن، تحياتي ليك وضيوفك الكرام لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. ومعانا واحد يعني من ابطال النادي الاهلي، كابتن سيد حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، يعني انت واحد الناس بتشوف من الملعب كابتن سيد مدير الكره بس ما يعرفوش الاعباء اللي انت بتتحملها، يعني حضرتك بجانب عملك كمدير كره والله شهاده حق، بتقوم بادوار ثانيه كتير احنا بنشوفها جوه المعسكرات في الماتشات في التنظيم، يعني بجد الف مبروك، واحد من ابطال زي ما بيقول الماتش النهارده من ابطال البطولات اللي فاتت كلها، يعني تقولي عن كل الظروف الصعبه دي وانتوا دايما قد المسؤوليه. اقول الحمد لله طبعا، يعني المباراه كانت في مصر، كان ممكن تبقى فرق هدفين، كنا ممكن نرتاح هنا، لكن هي دي برضو الكوره. هنا جينا بشخصيتنا، وانا قلت بعد المباراه على طول احنا اللي هيبقى الان ولا خايف ما يجيش معانا، احنا عارفين الاجواء اللي لعبنا فيها النهارده وانتوا شفتوها قدام عينيكم، يعني دي عايزه شخصيه يعني من حديد زي ما بيقولوا، يعني انت بتلعب في النادي الاهلي وده كفيل ان هو يديك ثقه عاليه جدا، لازم تبقى انت وزميلك على قلب واحد، لازم يبقى في ظهور وما فيش ان انت تختفي او تبقى مستخبي زي ما بيقولوا، لازم تساعده، لازم تبقى متواجد عليه معاه على طول، لازم تلعب بقلب شديد جدا. يمكن الحاجه من النهارده ما ساعدناش او ما حمناش في بعض في كتير جدا من اللقاء، ضربه الجزاء حتى هو مش هو اللي حاسبها، لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين، جينا بشخصيتنا وجينا بارادتنا وجينا بتفكيرنا، خلصت المباراه وخلص دور الثمانيه، عندنا مواجهه ثانيه مع وفاء الصيف، فرقه عندها نتائج يعني مبهره بره ارضها، كسبت حوريه كوناكري في غينيا واتصعبت عليها في الجزائر، لكن كسبتها 3-2 في اخر 5 دقائق، كانت مغلوبه 2-1 وكسبت 3-2، عملت مباراه هنا مع الرجاء هنا في نفس الملعب ده لحد تقريبا الدقيقه 68 او 69 متعادلين، مقدمه النهارده مباراه مع الترجي لسه ما شفتهاش، بس كسبت الترجي في الترجي 1-0، فانت عندك مواجهه ومحطه صعبه. يعني اللي عايز اقوله بس ان انت مش عايزين نفكر في حاجات لسه قدامها شويه، عندنا مباراتين في الدوري مع الجيش ومع طلع الجيش ومع السيراميكا كليوباترا، يعني لكن هتقول لي العنوان، هقول لك ان احنا من اول ما المباراه خلصت كان مهم جدا واحنا في اوضه اللبس، كان مهم جدا قبل ما نروح بيوتنا وقبل ما نطلع من استاد السلام ان احنا نجمعهم ونتكلم معاهم ونقول لهم المباراه خلصت، ولو كنا تعادلنا 2-2 برضه ما كان المباراه خلصت، مش التعاد، لكن لسه عندنا الفرصه هناك في المغرب، تقدر تجيبها تقدر تنتصر تقدر تفوز لو رايح بشخصيتك، لو رايح بامكانياتك وقدراتك من غير اي قلق ومن غير اي تفكير. كلمه اللي خايف ما يجيش معانا حضرتك قلتها بعد المباراه مباشره، وفي اول تدريب انا كنت موجود في استاد مختار التتش حضرتك قلتها للاعبين تاني، النهارده بقى حابب تقول للاعبين بعد المباراه؟ اقول لهم طبعا يعني انتوا عند الموعد على طول وعند في المكان على طول، وانا بقول والله لو في تحكيم فير مش هتفرق معاك قوي بره ارضك وجوه ارضك، لو في تحكيم فير النهارده يعني ما فيش حاجه بتتحسب لك اصلا، يعني ما فيش حاجه بتتحسب لك خالص مع اللمس، يا راجل ده ادى النهارده 6 دقائق ومباراه القاهره ادى 5 دقائق، يعني مباراه القاهره الناس كلها كانت بتقع، ما فيش حد ما وقعش خالص يعني، بس الحمد لله رب العالمين كانت يعني زي ما بيقولوا يعني تبقى في بقك وتقسم لغيرك، هو الاهلي اللي عمل المثل ده، المثل ابن الذين ده الاهلي اللي عمل، كل واحد عنده لقمه في بقه هياخدها الاهلي. رساله اخيره للجمهور يا كابتن سيد، يمكن النهارده كان في 50 45 الف متفرج، بس كان في 100 مليون مفيش حد فيهم كان شاكك ولا 1% انكم مش هترجعوا. والله انا قلت لهم كده الكلام ده امبارح، يعني قلت لهم لو في 50 60 الف هيبقى موجودين في استاد محمد الخامس النهارده هيبقى في 100 مليون موجودين في مصر مستنيينكم، هيبقى في 100 مليون الساعه 12 للساعه 2 بتوقيت القاهره هيبقى مستنيينكم، مع كل حركه وكل جاريه وكل لمسه هتلاقي واحد بيأزرك وبيسندك، فانت لو في هنا بيشجع 45 او بيشجع الرجاء 45 في 100 مليون مستنيينك في مصر. الماتش ده باجواءه في رمضان والساعه 12 فكرك بايه؟ قصدك تراك يعني؟ شويه يعني، لكن الحمد لله طبعا، الحمد لله طبعا على كل شيء، خطوه وانتهت، هنبص للخطوات اللي جايه باذن الله. شكرا شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، فوز وتاهل مستحق، ودايما النادي الاهلي يا رب في انتصارات وبطولات. كلمه لحضراتكم مستمرين معاك في مزيد من اللقاءات.